وقع السحر كيف يعالج؟ هرگی انسان بتكر سر سير بس دي ليرا بكرني يعني ليرا نبش بكرني يتشاخو فكر يعالج السحر بالرقية الشرعية سحري سحر بس دي نبش رقية شرعية وطي تدوي كرني يعالج بالدعاء دعاء وطي تدوي كرني يعالج بالأدوية المباحة كالحجامة كشرب العسل وأكيد مثلا مثل حجامة يا هنجر تشتك شريعتي ده هاي فكرني ومستوطي تدوي كرني ولا يمكن أن نعالج السحر بالسحر في الزماني نوكي أم نفشتا نفشتا بفكر لأن هذا مخالف للكتاب والسنة شنكي أبا مخالف للقرآن والسنة ديه ومخالف لأقوال الصحابة والسلف الأمة والأئمة كلمة أصحابي في خنبري مرة وعلم مرة حجر مذهب مرة مخالفة وفي تقوية للسحرة أباجي قعبطي لدرس السهر بازدا وتضعيف للتداب القرآن وهذا جنون أصلا من يذهب إلى الساحر حتى يصنع له سحر ثاني كيف يصنع له سحر أيضا على سحره الأول سواجي أو مبريك بتابع هنا أو مبريك حشويتنا مبريك بحشة شاطة دباري هاري سهر باستيكي بسهر باستيك أدني يوخي ثم الساحر الآن الذي يدعي العلاج لا يمكن أن يعالج هذا المريض حتى يشرك هذا المريض ويقدم شيئا للشيطان هرگی هری باز هری بازه که نوشته که بگی مبنه پاک ما که تر یاردمه که ناده حتی تو شیکی نکی حتی تا لیرا قربانه که شرجی نکی ثم العلاج بالقرآن مضمون 100% الحمدلله امزانم که تدابیا قرآن با سدید ست دکاری به پاک بی والعلاج بالسحر ليس مضمون ولا 1% اما علاجك تدابیاك سهر باستی و نوشته تو نکاری تدا گارانتی بدی بل الضرر متحقق 100% والشرك اما زراره و یادت کسی زانی زراره و سدید ست